يا اهلا وسهلا، يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية. قبل فترة كنت ببي اس باي وشفت جهاز نازل جديد اسمه اسوس روج جيمنج. هذا الجهاز باختصار هو جيمنج لابتوب، يعني هذا يغنيك عن الكمبيوتر، يعني شلون هذا الكمبيوتر اللي ورايه مواصفات عالية بس بجهاز صغير، فكلش عجبني. بس المشكلة سعره غالي، اكثر من 700 دولار، تقريبا 750 دولار مع الضرائب. فمن خلال هذا الفيديو راح اشتغل اوبر، وخلال هذا الويكند لازم اطلع 750 دولار خلال 3 ايام. عندي تحدي 3 ايام، ضبطونا باللايك والاشتراك. بلشنا الفيديو. الجو اليوم كلش حلو مغيمة. اذا حاب تحصل على مبلغ 1000 دولار كسائق اوبر جديد، اشترك باللينك الموجود بصندوق الوصف. فولت السيارة بنزين ونشغل برنامج اوبر. هسه انا حاليا اونلاين. Hi, doing good, thank you. Good. Just lying here on the floor, cold towels, my feet against the door. How long have I been in this space? So much. You're welcome. Have a good night. You too. Yeah. Yes, Paul Jean. Hi. Hello. Have a good night. Thank yeah. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. How's it going? Doing good, thank you. It's cool, just lying here on the floor. Cold towels, my feet against the door. How long have I been in this space? Arms over eyes, help me retrace. How did I become the doormat here? Memories spinning around my head seem pretty cavalier. Little by little you take control. الجماعة ذبيتهم بهذا الفندق، وحاليا الساعة بالثمانية ونص، فهذا وقت الغداء. فاجيت لقيت دينيز قدامي، هذا المطعم اكله كلش طيب، خلينا نطب عليه. هذا المكان اللي قعدت بيه، وهاي المنيو مالتهم، خلينا نشوف شنو نطلب. هذا فادي يوميا مشتري سيارة وبايع سيارة. قلت لك لا تاخذها، هاي تصرف بنزين ما تفيد. هاي باوع. وهاي الوجبة مالتنا سلمون وتمن، اكل صحي الحمد لله. الاكل كان كلش طيب. الجو بدا شوي يتغير بسان دييغو، لذلك اليوم انا لابس ردان، الجو بي شويه بروده خاصه بالمطعم من قعدت. وهسه خلونا نكمل التحدي مالتنا. Thank you.
اليوم ثاني يوم. البارحة اشتغلت تقريبا 7 ساعات. قبل ما اطلع للشغل لازم اروح للجيم اتمرن. وهيجي خلصنا التمرين مال اليوم. وهسه صرت جاهز، خلينا نشغل البرنامج ونطلع نكمل شغلنا. نانا عندنا فادي صار له شهرين نايم جوا السيارة. هاي السيارة ما اعتقد راح تخلص، خلص عمره وهي بعدها ما خلصانة. الله يساعد فادي اللي جاي يشتغل بيها. هسه راح اطلع للشغل وفادي يشتغل بيها لانه بيلد هاي. شبيك شلبت؟ شبيك؟ قوم كمل شغلك. السيارة ايش وقت تخلص فادي؟ المتابعين ينتظرون. ساعة بالخمسة تخلص. صدق؟ يعني ننزلها؟ انزل لك اياها. ها هي يلا ننتظر منك. سناب وستوريات. يلا انا طالع للشغل. بالمناسبة اللي يريد يسجل على برنامج اوبر استخدموا اللينك حتى تحصلون على مبلغ $1,000. نفس الشيء ليفت. انا كلش احب اسمع ذا ويكند، خاصة هاي الاغنية. الله ايش قد حلوة هاي المدينة. اجاني طلب يبعد عني دقيقة واحدة، قبلته 25 دقيقة يجيني من عندها $30. فاذا نجي نحسبها بالساعة $60، الدكتور بامريكا ياخذ $60 بالساعة هم يعني. سائق الاوبر احسن من الدكتور بامريكا. طول الجماعة وصلنا لهم. 1 2 3 4 5 6 هم 6 كلهم على قد السيارة. السيارة 6. Hi, doing good. How are you? Good. Hi, how are you doing? Close, yep. I got the door. Yeah. Look, no hands. It's cold, just lying on the floor. Cold towels, my feet against the door. How long have I been in this space? Arms over eyes, help me retrace. How did I become the door? You're welcome, have a good night. Thanks so much, have a good night. You too. Drive safe, have a great night. You too. Thank you. هذا الدور. عندنا طلب بعد اجاني تقريبا $25 من نص ساعة. خلي نروح ناخذه قريب عليه، يبعد عني دقيقتين. ليتس جو. سان دييغو جنة الله على الأرض. شوفوا لي الجمال. شو لكم الكاميرا الأمامية. هذا الشارع كلش أحبه. دائما أنا أشتغل هنا أوبر توصيل الأكل بالبايسيكل. فاكو فندق هذا اللي صار هسه على اليمين اللي رايح له أني. هذا فندق يعني جدا مشهور. هنا بسان دييغو فتجينا هواية طلبات عليه. تخبل المدينة يعني. أنا صار لي 10 سنوات ساكن بسان دييغو وأحبها. شو اسمه هذا؟ خلينا نشوف اسمه. براين براين براين. وين براين؟ هذا اللي هو أشار لي. هم طبعا يعرفوني لأنه يعرف أكيد بالبرنامج مبين يمه السيارة وكل شيء مبين يمه. تفضل السيد براين. نسألهم لازم همين. فور براين؟ يس. هلو. هلو. Is good? It's perfect. Yes, thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. Have a great evening. Take care. You too. Thank you. هاي المنطقة شقد حلوة. هاي البيوت اللي على اليمين واليسار هاي اكو طلب. ابو $30 هسه رايح اخذه. بس هاي شنو هاي فوق الجبل؟ شنو هاي البيوت؟ شوف هاي كلها منطقة جبلية يعني. هاي البيوت هسه على الجبال كلها صعود. شنو هاي؟ عجبتني المنطقة. هاي وين جينا؟ سألني يقول يقدرون يصعدون 7؟ قلت له لا بس 6 لان هي ويا السائق 7. The brand new? Yeah, it's a 22. It looks like a hatchback in the photo. Yeah, when
when you're pulling up, like, there's nowhere to fit in this car. Like, oh wow, it's way bigger than I thought. It's very big, yeah. It's for a big family. Yeah. The Toyota? Yeah. Yeah. The new Toyota is gonna be awesome. Yeah. Luxury Hey, did you see my text? هاي بوسط مدينة سان دييغو، هذا الداون تاون، وشوفوا الهوم بس يعني مسوي لهم مكان خاص. هاي مالاتهم المكانات على اليمين وعلى اليسار، شوف كل الخيام مالتهم، هاي عايشين هنا طبعا. شوف مسوي لهم قعدات و... منظر غروب الشمس، شوف ايش قد حلو. استراحة قصيرة وقفت هنا، جبت ستاربكس. Just lying here on the floor, cold tiles, my feet against the door. How long have I been in this space? Arms over eyes, help me. نعبي السيارة بنزين لأنه بيها أقل من نص. حاليا الساعة بالتسعة ونص وهذا وقت العشاء. هاي مجموعة مطاعم هنا، خلينا نشوف نختار لنا مطعم ناكل من عنده. المكسيكان يحبون التاكو، هذا تاكو شوب، بس بصفه اكو مطعم للدجاج المقلي كلش طيب. وهناك بالاخير اكو ستار بوكس، وهنا عندنا جاك ان ذا بوكس. هاي المطاعم كلها بوكسيات هنا، وهذا المطعم اللي قلت لكم عليه اسمه بابايس، جربوه شباب كلش طيب. هاي سان دييغو زو، حديقة حيوانات سان دييغو. يا اهلا وسهلا، اليوم الثالث والمفروض اليوم يكمل التحدي، وان شاء الله يكمل انا قدها، بس بالبداية لازم اروح اغسل السيارة لانه صار يومين السيارة اشتغل بيها فوسخة من الداخل والخارج، وبعدها نبلش الفيديو. لا تنسون ضبطونا باللايك والاشتراك. شغل برنامج اوبر جو اونلاين، وحاليا اني اونلاين وانتظر طلب. It's cold, just lying here on the floor. Cold towels. ديفيد، ديفيد ما يقبل يطلع. قلت لي الكاميرا، I have to go. يا قلت له تعال اطلع من الكاميرا، ما يقبل. ليش الناس تخاف من الكاميرا؟ طبعا انا هسه بالمطار جاي ننتظر رحله برا شويه، يعني صار ضعيف الشغل. ها رايح؟ يلا بالسلامة. جت الطيارة نزلت نزلت. ابقى انزلت. هاي رحلة اخذتها؟ ما تعرف ايش قد؟ انت تروح تطلع $3. خلينا ننتظر شويه لين يجينا طلب. Just lying here on the floor, cold tiles, my feet against the door. How long? هاي المدينة كلش حلوة، اسمها Oceanside.
شوفوا الجمال، هاي كلها مطاعم، وشوفوا لي هاي الفولكس واجن عقروقة. عجبني المكان، شوف اكو نار هناك، اكو نافورة، خروح نشوف النافورة. شوفوا لي هذا النخل شلون مسوينه، ايش قد حلوة الانارة مالته، حلوة هاي النافورة، عجبتني الالوان مالتها. مكان ولا اروع. اني من عشاق السوشي، وهذا المطعم يبيع بس سوشي، خلينا ندخل عليه ناكل سوشي. هاي قاعدة حلوة هنا، شوفوا المي شلون يجيبونه بهذا البطل، هذا التشيكن سالاد مالتهم، وهذا السوشي همينه، انا عندي همشي السوشي، هذا هواي سوشي جابولي، انا احب السوشي. وهاي بعد الحمد لله والشكر شبعت. عجبني اني هذا المكان كلش حلو. اليوم احد نايت، حاليا الساعة بالتسعة، لو يوم الجمعة لو يوم السبت راح تلقون هنا هواي ناس موجودين. حلو هذا عباد الشمس، هنا هاي لونها احمر، لا هاي مو حقيقي، هذا بايسيكل. ما انتبهت عليه. انشغل الاب، جو اونلاين، انا حاليا اونلاين لان انا ابعد هسه تقريبا 35 دقيقة على سان دييغو، بس الصراحة المدينة تخبل، عالم ثاني. انا حاليا متجر بيست باي، المبلغ اللي طلعته خلال هاي الثلاث ايام هو 760 دولار، فخلونا نروح نشتري الجهاز لان هو وراي ذاك. هو الموظف يقول ما تقدر تشتري من هنا، لازم تروح على الريجستر وتقول لهم. كل المبلغ صار ان شاء الله اقل من 760، اي 757. And also just letting you know, if you were to apply for the Best Buy card, you get 10% back rewards, 5% after. Thank you. Here you go. Enjoy the rest of your day. Oh, thank you so much. جبناه. كلش متحمس افتح الصندوق مالته واجربه، لانه اكو لعبه كلش احبها اني، فكنت اتمنى انه هاي اللعبه العبها اني مثلا جاي اشتغل برا، مرات يكون عندي استراحه نص ساعه او ربع ساعه او ساعه، فمرات اكون انتظر بالمطار همينه يعني العب هاي اللعبه. فخلي نفتح الصندوق مالته، ولا اعرف يعني بالبدايه راح تكون اكو تحديثات، بس هالمره راح نسوي له مراجعه يعني. هذا القفل مالته يعني معناته جديد الجهاز، بلاستيك. هسه فتحناه، تقول بسم الله، وهذا الجهاز يجي بيه تعليمات حتى بالعربي. افتح الغلاف، هذا الجهاز، خلي طلع من البوكس، هذا البلاستيك مالته نوخره، شلون مغلفينه. وهذا الجهاز خفيف، اللي عجبني بيه هسه اول شيء انه هو خفيف، كنت اني شايل الهم انه راح يكون ثقيل، وهو يدوي يعني واحد تتعب ايده، بس لا لا يعني اول ما لزمته تخيلت قلت معقوله احتمال ما بي بطاريه، بس لا بطاريه هو داخليه. فخلي نشوف شنو بعد تجي وياه ملحقات بالصندوق مالته، اكيد الشاحنه مالته من اسوس تايب سي، لانه تعرفون حاليا اغلب الاجهزه صارت هي تايب سي. نفتح الصندوق هذا، شوف شنو بهذا، ما اعرف شنو هذا، مجرد بس اوراق تعليمات، كتالوج مالته، واعتقد ها هي يعني هذا صندوق فارغ. فخلي نشغله، هو منين يشتغل اصلا؟ ها من هنا هذا الباور من هنا، شوف اذا بي شحن، بس المفروض بي شحن، للاسف ما بي شحن، فخلي نشحنه وارجع لكم. خليته على الشحن وقلت اشوف لكم اياه هاي البدايه مالته هيجي. طبعا اللي عجبني بيه الازرار مالته، تشوفون الالوان وتقدر تتحكم بالالوان. الشغله الثانيه انه تقدر تخلي له مايكرو اس دي الرام الصغير، ومخرج هيدفون
هذا يعني الهيدفون العادي just a moment لحظة واحدة ده يقول. بالبداية نختار الدولة اللي هي أمريكا الولايات المتحدة US اللغة بتريد تضيف لغة ثانية ننطي skip no بس إنجليزي بخلين كنك على الواي فاي. وبعد ما خلصنا الإعدادات أخذ مني 10 دقائق حتى أسجل وأسوي له أبديت وأحمل الستيم. بالمناسبة يجي ويا إكس بوكس باس 3 شهور مجانا فراح أسجل على ستيم أخلي الأكاونت ماتي حتى تبين الألعاب كليته هنا. أنا وهيك طلعت المكتبة مالتنا كليتي. طبعا عندي هواي العاب، عندي Days Gone، عندي Dying Light 2، عندي Forza Horizon، عندي يعني مجموعة من الالعاب كلش كلش ضخمة لاني الالعاب مالتي. هو جهاز كمبيوتر تقدر تحمل عليه اي شيء اي برنامج بي سي. تشوفون هنا انا هسه هذا Ubisoft، انا عندي لعبة دائما العبها على Ubisoft فهنا انا دي اسوي لها داونلود. شوف وبعد ما حملنا Ubisoft نحمل اللعبة مالتنا اللي هي The Division 2. هاي احلى لعبة عندي يعني. انطي انستال. هاي شنو هاي؟ اجى تحذير بالتليفون. اوه هاي مال الانترنت، راح ينقطع الانترنت. قالوا يوم 11 راح ينقطع الانترنت. الكواليتي مالته جدا عالي وما بي لاج. يعني تشوفون الدقة، طبعا بالكاميرا ما راح تعطيكم الدقة مثل ما أنا أشوفها بالشاشة مالته، بس أقول لكم يعني الكواليتي فتشي رائع. بالإضافة إلى أنه ما بي صوت، يعني أكو حرارة تطلع من هنا بمراوح بس ما بي صوت. وأكثر شيء عجبني به جدا خفيف، فكلش عاجبني حلو ديزاين مالته وشكله كلش حلو. كتبولي بالتعليقات شنو تريدون التحدي القادم نسويه. لهنا وصلنا الى نهاية الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة واكيد لا تنسون لايك واشتراك. مع السلامة.